تقييمك لاداء الاهلي في الماتش ده، ولو بنينا على الاداء اللي اداه النهارده الاهلي في ملعب محمد الخامس، ممكن نشوف الاداء عامل ازاي؟ انا طبعا هبتدي معاكي من النقطه اللي انت عندها كريم. الاهلي النهارده يعني ما قدرش المباراه بالقدر اللي كانت اللي كنا محتاجينه. مباراه النهائي تختلف عن اي مباريات تانية في قفل ادوار تمهيديه دوري المجموعات، في حتى في مباراه نصف النهائي اللي الاهلي لعبها قدام النجم. يمكن الاهلي النهارده دفع ثمن المجهود والشغل اللي اتبذل طوال الاسبوع الماضي في مباراه العوده امام النجم الساحلي. الاهلي دفع الثمن من مجهود لعيبته، من المستوى اللياقه البدنيه اللي كان في المباراه اللي قبل كده، دفعوا كمان ان هو يعني كان كتاب مفتوح للمدير الفني حسين عموته للمدرب الوداد اللي عرف النهارده يحجم فعلا لعيبه النادي الاهلي، عرف النهارده يخلينا ما نشوفش اجاي، ما نشوفش مؤمن زكريا غير على فترات متباعده، على كام كوره لعبها بعد الجون لقطتين ثلاثه بالشوط الاول، بعد كده خلاص عرف يوقف عبد الله السعيد تماما، عرف يأمن دفاعات منطقته، اتعامل مع المباراة صح. يعني تقصد ان الخطه اللي احنا لعبنا بيها قدام النجم الساحلي هي نفسها اللي الاهلي لعب بيها النهارده، فبالتالي كانت مقريه بالنسبه للمدير الفني للوداد وبدأ يبني عليها خطته؟ من خلال التشكيل هو ما فيش غير تغييرتين اساسيتين هما الكابتن حسام البدري النهارده هو اللي لعب فيهم. احمد فتحي وده مكانه الاساسي طبعا ما كانش موجود الماتش اللي فات، فلعب محمد هاني، فهو دفع باحمد فتحي وده كان لازم يحصل يعني كلهم طبيعيين. عبد الله السعيد كان مكان صالح جمعه وهو برده الانسب. عبد الله كان في التمرينتين اللي قبل المباراه كان مستوى رائع جدا، عبد الله كان جاهز ماتش النجم، ولكن كابتن حساب فضل ان هو لما النتيجه كانت في صالحنا فضل ان هو يختزل ويحتفظ بيه للمباراه النهائي. هرجع لسؤالك الاولاني، طبعا احنا ماتش العوده يعني ماتش هيبقى صعب جدا، ولكن الاهلي معودنا دايما ان هو بيبقى موجود في الاوقات الصعبه دي. نتيجه النهارده هي نتيجه اسوأ نتيجه ممكن فريق يحققها على ارض 1-1، نتيجه صعبه جدا. محتاجين هناك فوز ولازم نسجل، ما حتى لو ما كسبناش لازم نسجل عشان نبتدي نحط رجلنا ان احنا في مثلا نتعادل ونلعب وقت اضافي وبعدين نلعب ضربات جزاء.